السلام عليكم اخواني اخواتي، ان شاء الله في هذه الحلقه غنشوفوا بطريقه مبسطه كيفاش يمكن لينا ابتداء من ان طابلو اكسل فيه نو ديال لي طاش عدد ديبي ديال طاش فان ديبي فان ديال طاش ولي جوغ، كيفاش يمكن لينا نكرييو هاد لا شارت غانت اللي كتشوفوا، اللي يمكن ليا ندير بريزونطاسيون ديال البروجي ديالي، بريزونطاسيون بسيط بطريقه سهله وسريعه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غيكون اللي ضروري عندنا كما كنشوفوا هنايا هاد الطابلو غيكونوا فيه طاش دي بي ف نومبر ديال لي جوغ. لا ف راه كتكالكولا ب لا دات دي بي بلس نومبر دو جوغ ديال لا طاش. هذه طريقه بسيطه، يعني ايغال بلس بلس شي حاجه من حاجه الشرح. من بعد غنشوفو لابارتي اللي مهمة عندنا اللي هي لابارتي غانت، كيفاش يمكن ليا رسمها. بسيطة، كنمشي أولا كندير لانسيرسيون، كنعزل هاد لو تيب ديال لي كولون، يكون دو دي هاد لو تيب هذا، وكنأكد عليه حيت هو اللي يمكن ليا نكريي بيه. كنكليك عليه، كندير ان كليك سيليكسيون ديال لي دوني، كنمسح هادشي الا كان سيكسيون شي حاجه كنمسحها كامله 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 هكا. كندير اجوتي وكنعزل السيري الاولى، كنعزل الفوق لو نون سيري اللي هو ديبي، والسيري الثانيه هي هاد لي دات كاملين. اوكي، من بعد كنمشي اجوتي عاوتاني، كنعزل السيري الثاني اللي عندي اللي غنخدم عليه اللي غيعاود من بعد اللي غيبان ليا من بعد واللي هو لي جوغ. كنكليكي على نو باش يبقى عندي لو نو ديال لي جوغ. من بعد كنمسح داك لو ان، لو ان هو اللي كيعطيني لو فيد ولا 100%. كنكليكي على كنسيليكسيوني لي جوغ كاملين عندي هكا وكندير اوكي. اول ملاحظة عندي هو بين ليا من لا ديبي ديبي ديال البروجي حتى لا حتى البداية ديال لا فان ديالو بلس لي جوغ. انا ما خصنيش تبان ليا هاد لابارتي بلو، وخاص يبانو عندي هنا لو نون ديال لي طاش. اش كندير؟ سيليكسيوني، كنسيليكسيوني لابارتي هادي، كليكي عليها، كندير سيليكسيوني لي دوني، كنمشي لهنا كاتيغوري اوريزونتال ايديت، وكنسيليكسيوني لي نون ديال لي طاش. غنشوفو ملاحظة أخرى ملي غنكليكيو على أوكي، هي لو نون ديال لي طاش مقلوبين. أش غندير؟ أش غنديرو؟ مازال شاد لا سيليكسيون ديالي، كنمشي هاد لابارتي عندي مسيليكسيوني أوتوماتيك، كنبطل لهنا، كنشوف واحد لوبسيون عندي كاتيغوري إن ريفيرسد أوردر، كليك دغوا تبدلات عندي. بقاتلي حاجة وحدة هي هاد من لا ديبي ديال البروجي حتى لي ديبي ديال لي طاش خصهم يبانوش ليا. كليك انسر كليك، كنمشي للفورماطاج ديالو وكندير نو فيل نو لاين، كليك هنا كليك في الفيد، وها هي الدياغرام دو غانت عندي. بسيط ساهل وفي اقل من 4 ديال الدقائق. كنتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما فهمتوش شي حاجه حطوا لنا في لي كومونتير، وان شاء الله تبعوا معنا غيكون دي فورماسيون اللي غينفعوكم ان شاء الله في لو شونتي. شكرا على المشاهده.